السلام عليكم الخوت، صباحكم مبروك. اليوم الخوت راه نتواجدوا في سوق خميس العطاويه الخوت باقليم قلعه السراغنه. اليوم الخير موجود تبارك الله، داخله سلعه مليح وواحد جوج حواله خداهم عبد الله ملاح حتى هما، يا كل واحد شرا بوحده الله مبارك. اليوم راه فيديو جديد تاريخ 2/2/2023 الخوت. تبارك الله الخير اللي شرا عبد الله اليوم، عجبني الخوت راه السوق اليوم. مشينا المعلم وسارح سداسي 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 هذا، اللهم بارك اللهم بارك مليح. لا لا مليح عجبني، مواصفات كاينين كل شيء كاين تبارك الله. المواصفات كاينه، لا مليح. حولي ديال الغلام هذا جيد الاخوان، هذا الله يبارك. سارح الحولي راه ماشي لا ديال السرح، مشمش تبارك الله اللهم بارك. الحولي صندوق وكل شيء الله يبارك بارك الله كيدير اللهم بارك. الفولات هما يا حولي ما نعاودوا فيها هضره الاخوان، مليح الله يبارك تبارك الله. الملكيه اللهم بارك ديال الجواد ديال الديور الكبار. هذا مولاه ما مشارك في الجمعيه ولكن داير المليح. لا مولاه شاري فرخ من عند بالحسن، اي شاري مع واحد فرخ، شاري مع واحد مشارك في الجمعيه. الله يرحم الوالدين، معروف معروف اي هنا في زمران ياك. الله يعطيك الصحه اللهم بارك تبارك الله. الخوت هذا عبد الله الثمن شحال خويا عبد الله؟ الثمن اللي كنطلبوا ولا واش انت يا خو عبد الله؟ انا من بتقول لنا المشرى وتبيع وتشري على الحلال، بغيت فيه 1000 درهم، بغيت فيه قد وقد اللي بغيتي داك نقول باش تشري ورزق الله. المشرى ديناه 150 وانا كنطلب فيه 120. الله يحفظك، المشرى 150 مولاها 4 دريال 7500 درهم الخوت. هذا المشرى انا والله ما ديت وحيه. لا مليح الله يبارك سداس يا الخوت، لا حولي مليح الله يبارك تبارك الله. اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله. حولي مليح الاخوان هذا الله يبارك بارك الله. قولي مالك شي حاجه ملكيه المال. لا مليح مليح عبد الله، حطوا حطوا هنا هاكاك. الله يحفظك راه حولي راه مليح راه يستاهل. سي موسى بخير الله يحفظك خويا. 7500 درهم هذا المشرى. غنشدوا النيميرو ديال سي عبد الله، قول النيميرو اخو عبد الله قول. 0642 48 36 60. اللهم بارك تبارك الله. النيميرو ديال عبد الله اللي بغاه مرحبا الاخوان، راه اي مدينه راه يصيفطوا لي في الكار. مليحه وداس مصطفى، واش كاين شي مليح ولا لا؟ كاين المليح الله يحفظك. انا جيت نسول فيك وتنقول لهم هذا الحولي ديال من هذا. اللهم بارك تبارك الله. حولي الله يبارك. وهذاك الاخر خويا عبد الله تاو رخي هذا تلقوا عبد الله. اللهم بارك تبارك الله. هذاك عبد الله تاو هذا تاو مليح الخوت. اللهم بارك تبارك الله. هذا رباعي الله يبارك. اللي شافوا راه كيسحبوا الجامعه دور السلاجي رباعي رباعي الاخوان. هذا باقي باقي فرخ تبارك الله رباعي. اللهم بارك تبارك الله. شي حاجه كاليتي؟ لا لا حاجه هوتكا. لا يعطيك الصحه كاين المليح الله يبارك تبارك الله. وخويا عبد الله هذا الثمن لا لا حولي ما نعوضوا هضره تبارك الله. هذا راه عجبني تبارك الله الله يبارك. هذا شحال الثمن؟ نطلب فيه مليونات 10000 درهم. المشرى 130 6500 درهم المشرى الخوت. و دري خويا 140 ياك والله 140 وعقب عقب رطاب فوت نرجع عند الى كيتسحيا ايوا. الحمد لله الحمد لله الله يبارك تبارك الله. هذا راه 6500 درهم الاخوان راه مليح. توا رباعي هذا اللي بغى شي حولي الغنم وبغى يبرع. والمشرى راه راكدو ما كاين. لا الله يعطيك الصحه اخو عبد الله، ولكن راه لا مكان القناعه. شوف انت وي راه قول باش شاري ورزق الله. والتليفون اللي هضر معاك راه ديك الساعه تقول شحال باغي ديال الرباح، راه داك الشيء راه البيع والشراء حل الله. انت ما كاذبش على رزقك، قلتي باش شاري ورزق الله، وراه كاين الصير باغي تصير عليه وباغي داك والله يدير الخير. حولي راه مليح الفولات راه 10000 لي فولات راه مفروقات هادو الاخوان. هذا مفروقات الفولات هذا الله يبارك تبارك الله. نور بيلا جيرو شي حاجه هوتكام شي حاجه. لا لا مليح لا مليح المليح الله يبارك تبارك الله. اللهم بارك حولي مليح الاخوان. 6500 درهم مليح الله يبارك. اخيف بزز شي هادشي علاش ما تيبانش واقف مزيان الله يبارك تبارك الله. وخويا عبد الله الله يسر الامور. كاين واحد الواحد في الراه ديال الغار هار هار على الجياره. حولي مليح الاخوان هذا تاهو تبارك الله رباعي الله يبارك تبارك الله. اللهم بارك شي حاجه كاليتي. لا لا كاين المليح الله يبارك الله يبارك تبارك الله تبارك الله. وحملك شباب باقي رباعي الخوت في صاله فيه جيده الله يبارك تبارك الله. اللهم بارك هذا داك الاخر هذا. اي مرحبا بو هشام مرحبا مرحبا. هذا تاو رباعي هذا تاو رباعي هذا تاو رباعي الاخوان اللي خاصو شي حولي باغي يبرع الشيا راه ثلاثه البياسات عند عبد الله ملاح سي الهام ولا ها هو مولاه كساب. مولاه كساب تعال عندنا
كسبتك اود عمي ياك وليدات زوينين بعتهم ب 50 العام ياك الحمد لله الحمد لله غير مرضي الله يحفظك خويا الله يعزك راه عطاو 90 ديتهم عندهم 86 ها هو حيت لي 200 درهم ها هو ايوا مزيان راه يقدرك حتى هو ايوا الحمد لله دابا شحال خلاص ودابا اخو عبد الله 86 86 رباعي الخوت 4300 درهم راه ثمن مناسب الاخوان هذا راه حولي حولي زوين الله يبارك بارك الله حولي ميسر و هادو السرح هادو تبارك الله اللهم بارك تبارك الله الله يبارك تبارك الله تعاودنا النمره ثاني عبد الله 0642 0642 38 36 60 اخوان اللي بغى شي حاجه راه مرحبا وكاع اخوان اللي ما عجبوش يحاول يعاد عبد الله راه نتكلف الخو نتكلف ليه الدنيا هانيه كاع نصيفطوا ليه كاع في الكار ماشي مشكل الدنيا هانيه والله يستر خو عبد الله امين الله يستر لك خويا تحياتي خويا الله يحفظكم الله يبارك كدي ود عمي بخير لاباس عليك شحال الثمن؟ 90 4500 درهم الخوت حولي مليح ما فيه المواصفات كامل تبارك الله ما مرشومش هذا ياك؟ مرشوم مرشوم؟ مازال ما دايش باقي ما دايش شيء مازال ما دايش لا بحال هذا كون يترشم يترشم هذا العام شهر ثلاثة ياك؟ ياك الله يحفظك لا مليح الله يبارك 4500 درهم حولي مليح الإخوان اللهم بارك تبارك الله الله يبارك واش كسيبه ولا شاري؟ كسيبه كسيبه كسيبته هي الله يبارك ليكم تبارك الله مرقد منين؟ زمران زمران هي زمران الله يبارك شكون؟ ولاد عموش هي ولاد عموش راه عندهم توما سليعه ديال المليح شناهم كانوا دازوا عندهم الدراري صوروا عندهم واحد المره الله يبارك دخلنا النميرو دخلنا النمره اللي بغى شي حاجه بغى شي حولي من عندكم يجي عندكم مرحبا قولنا النميرو دير سيدي 07 06 66 25 32 13 الله يبارك اللي بغى شي حولي راه اخوان راه مشاركين في الجمعيه اللي بغى شي حاجه ديال الحولي شي حولي مليح للبهايم حسن ياك الله يبارك زمران الشرقيه ولا الغربيه؟ زمران الغربيه زمران الغربيه الخوت ها النيميرو على الشاشه اللي بغى شي حاجه مرحبا به والله يسر عمي الله يسر لي تبارك الله اللهم بارك الاخوان هذا راك خديته تبارك الله مع داك كساب راه مشارك في الجمعيه اللهم بارك خديته مع الدوب 4500 درهم سنه الحليب مليح اللهم بارك جاب جوج اليوم واحد رجلو دايره وجاب هذا مليح هذا ما فيه والو هذا ناضي الله يبارك تبارك الله حولي مليح جميع المواصفات تبارك الله ياكل بسوات يشوف بسوات يتمشى على سوات ومولاه راه مشارك في الجمعيه الخوت زمران الغربيه اللهم بارك حاولي دوري يجينا الخوت 4500 درهم باش خديتك من عند كساب مباشرة من عند كساب اللهم بارك تبارك الله كان الضيق اليوم في العطاوية داخلة شنو السلعة الخوت داخلة السلعة كثيرة بلاتي يا مرضي الله حفظك زيد زر شوية عزيز لي كان الضيق اش نديرو حاولي راه مليحة الإخوان اللهم بارك تبارك الله زين وكل شيء خوت اللهم بارك تبارك الله تبارك الله مليح 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 الخوت الله يبارك 4500 درهم المشرق مولاه راه مشارك في الجمعيه الخوت اللي باعوا لي الله يبارك رخي يا عزير رخي ديري 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 وتلقوا حاولي راه مليح الله يبارك تلقوا عز الدين تلقوا اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله سيدي هاد حسار عز الدين سير سير دي عند حسار دي حولي راه مليح الاخوه اللي بغاه مرحبا الله يبارك الخوت هذا مليح الله يبارك هذا تباع الفقير ياك مليح تبارك الله اللهم بارك هذا مولا غادي البهيم ولا غادي يذبح؟ لا بغا يدير به اسبوع بغا يدير به اسبوع وراه غادي بالمليح تبارك الله الله يبارك مرشوم اللهم بارك تبارك الله هذا راه غادي به مولا اسبوع الخوت راه مليح الله يبارك زين وكل شيء سقيطه وزين الثمن شحال المرضي؟ 74 3700 درهم الخوت اللهم بارك تبارك الله راه مرسوم الخوت مولاه غادي به اسبوع ان شاء الله الله يبارك ليه ان شاء الله فيه الله يبارك لا مليح تبارك الله زين وكل شيء سقيطه وكل شيء ها السقيطه تبارك الله كي دايره اللهم بارك الله يبارك مولاه ان شاء الله 3700 درهم الخوت هذا باش تباع الله يبارك الله يسرها ود عمي الله يحفظك بخير الله يحفظك خويا هذا الخير شحال الثمن هذا خويا 90 اش دير في السن جمو سداسي 4500 درهم مرشوم هذا ثلاثة بروازيام هذا الخوت هذا مرشوم بغيناها فيه 90 ما عطاوهاش لينا شوم النمرة ثلاثة
لا قلنا المشرى هشام. المشرى 77. المشرى 77 الخوت 3850 درهم. الله مبارك، راه مرشوم من نمرة 3 التروازيام. الله يبارك. وهذا الآخر هشام؟ هذا خويا مشي 80 قال واحد. 79. 3950 درهم الخوت هذا. رباعي ياك؟ رباعي. الله مبارك تبارك الله. الله يبارك. دخلنا النمرة خويا هشام. قول خويا. 06 61 63 16 صفر جوج. الله يبارك تبارك الله على بو هشام. الله يسر بو هشام. مرحبا خويا مصطفى. الله يعزك الله يحفظك. الله يسر الله يعاون خويا بخير. الله يحفظك خويا عمار. افراطيس هذو ملاح تبارك الله. شحال خويا عمار هذو؟ المسرى 104. 5200 درهم. هذو ثمن مزيان الخوت. افراطيس ملاح. عطاوك 200 درهم ديال الرباح. الله يبارك تبارك الله. لا لا ملاح. استنى العيب ولا تنايا؟ هذا تني. الله يبارك. هذا تني تا هو. اللهم بارك تبارك الله. شده واحد شده واحد. اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك. عمر خويا دخلنا النميرو. صافي صافي مرحبا صافي مرحبا مرحبا. 104 الخوت المشرى. عطاوه 200 درهم عمر بحال 108 5400 درهم. فراطيس راه ملاح. كاين العشاق ديالهم خويا عمر. الله يبارك. والله يستر خويا عمر. تحياتي خويا. الله يعزك. عبد الواحد. عبد الواحد. عبد الواحد خويا شحال الثمن؟ شحال خديت هاد السلعه؟ مع السيكابور تاعينا. هاد كساب ياك؟ كساب من عند بلادنا. ياك السي مصطفى؟ زيد أم الكروسه زيد. 56 والله هي اللي تدوز في الفيديو. هذاك هو مولاه. هذا اللي مقابل الغنم. دار تماره مسكين هذاك. حسب السمره هذا. دار تماره هذاك. شحال دروك درتو معاه؟ درنا معاه 56. 2000 و 2800 درهم الخوت. ها هذا فردي عنده فوله وحده. عنده فوله وحده هذاك. والشي الاخر النظام. سلعة زوينه ان شاء الله ما يكون الخير. اسير المشمشه الله يعطيكم الصحه. الله يبارك تبارك الله. كما شفتوا الاخوان 2800 درهم. الله يبارك. واش داس السي عبد الواحد والسي مصطفى ودعبيده. والله يبارك لكم ان شاء الله. خلي لهم باين موجودين هدي. دوز دوز الله يسهل عليهم. دعم مع موسي كبور. دعم مع موسي كبور. دعم يا ربي يجيب لهم الكساب هذا اللي باعهم اليوم الاخوان. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. خمس سنين. شحال من راسهم عبد الواحد؟ اخويا راك 8. الله يبارك تبارك الله. مليت الخرفان ملاح الخوت هذا. اللهم بارك. دخلنا النمر عبد الواحد. مرحبا خويا. بعتونا الله يسخر اللي بقوا عندكم. اتصل بك شي حبيب تقعد معاه. الله يحفظك. قول لنا النميرو. 0603 0603 74 87 22. سخنا بوروطه ياك خويا. تحيه الناس بوروطه. الله يحفظك خويا. نمشيو لاتجاه اخر الخوت. 56 باش خداو هاد الناس هادي. الله يبارك تبارك الله. نمشيو لاتجاه اخر. الله يسر. اليوم بحال كاين لا اليوم كاين اليوم كاين الوجد. داخل السلعه بالزايده الاخوان اليوم اكثريه هاد البلان هذا. انت راك حريف هاد الغلا ما كانت ديك السيمانه كان فيتا كان فيتا 60 بحال اي. الله يعطيك الصحه. اي والله يسر الامور. عندنا العطاويه كتدخل شويه لا تدخل السلعه تبارك الله. كثير بحال هذا البلان هذا. هذا البلان هذا موجود في العطاويه الاخوان. اللي باغي بحال هذه السلعه موجوده في الخميس العطاويه. انت راك القلعه ما فيهاش هذا البلان؟ لا نهار الاربعاء بني عامر. لا ما فيها. السوق بهيمه قليله. هنا السلعه موجوده الحمد لله. والله يسر السي عبد الواحد. الله يبارك. هذا ولد العم هذه دافعه ياك؟ دافعه على ميلاد السداسيه. السداسيه الله يبارك. دافع على ميلاد الخوت. اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك تبارك الله. دافع مرخي على ميلاد الخوت. وهذه تاهي ديالك؟ الله مبارك. نفس النمره ديال عبد الله ياك؟ نفس النمره. بغيت نقول لك هذا راه الاخ ديال عبد الله الاخوان هذا اللي عنده الحواله في الفيديو في الاول. راه ديال ولد النعاشه هما تبارك الله. شوف الدراهم. والثمن شحال ولد عمي؟ هذه مشريه ب 44. هذه 44 2200 درهم دافع على ميلاد الخوت. باقي راه مشريه ب 46 وعاقلنا فيها دوكا 50 قال هذه 46 ومعطيه فيها 50 قال جوج. اللهم بارك. معطيه فيها 48 2400 درهم الخوت دافع على ميلاد. سداسيه ياك؟ الله يبارك. لا لا سداسيه الله ما كاين مزاح ما كاين مزاح. النمره ديال عبد الله الاخوان. هذا الاخ ديال عبد الله. الله يستر خويا. الله يحفظك. تحياتي لك خويا. كدير بخير؟ هاد جوج شحال خديتهم؟ 110. 110 الخوت. هاد البلان اليوم راه موجود في السوق الخوت. هاد البلان هذا الله يبارك موجود. السلعه الخير موجود تبارك الله. 5500 درهم الخوت. اللهم بارك. 110 هذا واش خداهم؟ على 55 لواحد ياك؟ على 55
الله يحفظك خويا عبد الرزاق، الله يبارك. سير الله يسر، سير الله يسر لي. هيا مرحبا. الخير موجود يوم الاخوان، السلعه موجوده، دخلوا في الصوافي موجود يوم الصوف. اللهم بارك، تبارك الله. خير عامر. مشاو شوفوا الاثمنه والله يدير الخير. شحال الفقير؟ شحال مصطفى؟ مصطفى راه جي عماه. بعتهم للسيد. هيا الله يبارك، شحال مصطفى؟ 18. هيا الله يبارك ليك ان شاء الله. ماشي بحال هنا. هيا الله يحفظك. 11 راس تبارك الله. تباعد 18 هذه الله يبارك 900 درهم، اللهم بارك تبارك الله. 18000 ريال اخو. اللهم بارك، هذا راه الماكسيموم اللي خارجين الحوليه الله يبارك. هذا هو اي هذه السلعه الاخرى، هذه السلعه الاخرى، الثمن الاخر ديال الحوليه، الثمن الماكسيموم الاخر ديال الحوليه اللي يسول على الحوليه، الماكسيموم الاخر داير 18، ها هو 900 درهم هذه باش تباع. الله يبارك تبارك الله. والله يسر الامور. بسطوف مرحبا بك في العطاويه. الله يسر الله يعاون. مراد بخير. الله يبارك. هذا فين مواصفات هذا مشمش؟ سنا الحليب. الله يبارك. شحال الثمن؟ 64. المشرى 64. المشرى 64 الاخوان. 3200 درهم، اللهم بارك. لا لا زوين، الله يبارك تبارك الله. اللهم بارك. خروف مشمش جيد، الله يبارك تبارك الله. اللهم بارك. في المواصفات خروف جيد، اللهم بارك. 3200 درهم 64، ياك؟ شارك فيه السي موسى؟ لا. شاركت معاهم؟ لا ما حضرتش. هيا الله يحفظك خويا، الله يعزك. هيا والله يسر لكم، الله يعاونكم. الله يحفظك أمورك. شوف اتجاه اخر. تحية للناس العربات مجرورة. والله يسر. بارك الله اللهم بارك. الخوت ها السلعة اللي شريت اليوم الله يبارك. ها هي كل السوق نشريو منه شوية الخوت، كاين السوق نشريو منه 16 خروب، نشريو منه 17. هنا شرينا هاد البركة هادي. تبارك الله. 12 خروب ولا 13 الله يبارك. هي اللي خديت اليوم الله يبارك. والسوق نقبوا منه شوية حتى تنجمعوا السلعة، مثلا اللي باغي 80 اللي باغي 100 تنجمعوا لي السلعة ديالو. والله يدير الخير، حنا راه سبب الخوت، كما تنقول لكم الثمن ديما تناخذ ب 1700 درهم، 1800 درهم، 1750 درهم، اللهم بارك، سلعة نقية، والبيض البلدي، وهاد السلعة قليلة في السوق الإخوان، قليلة في السوق، كثير في العطاوية كاينة أغلب الصوافية موجودة، هاد البدري هذا قليل في السوق، اللهم بارك، تبارك الله، حنا غاديين مع الإخوان درجة درجة، أديو معاهم الواجب ديالهم إن شاء الله. خويا انا كاين 36 35 34. اللهم بارك تبارك الله الخوت، والله يدير الخير. نمشيو نشوف لكم الاثمنه في السوق، والله يسر الامور. ومرحبا بالاخوان داخل الوطن وخارج الوطن، ما كاينه القرقاع، ديما القرقاع. شحال عمي الرحالي؟ الرحالي باع باع ياك، ديتي انت ود عمي، ديتي انت ود عمي الرحالي. لا لا كاين المليح الله يبارك. شحال اود عمي؟ 63. 63 3150 درهم الخوت. دا المرضي هذا غادي يكسبوا، يا غادي تكسبوا ان شاء الله. سير الله يسر لكم ان شاء الله، فيه ان شاء الله يفيض ان شاء الله. 63 3150 درهم، اللهم بارك. دا السيد راه كساب، والله يسر لك اود عمي، الله يسر الامور. الله يعاونك اخويا، الله يعاونكم، الله يحفظكم. اي الله يحفظك، مرحبا بك. لا مرحبا والف مرحبا، الله يحفظك خويا. اود الحاجه تهلا في هذوك الناس. يلا الله يسر، الله يعاونكم. الله مبارك. كي داير ولد عمي بخير؟ الله يحفظك خويا، الله يعزك. هذا الخير الثمن شحال المرضي؟ المشرى 52 و500 الخوت، المشرى 2625 درهم. اليوم راه تبارك الله هذا الخير، بحال هذا البلان هذا داخل السلعه اليوم كما قلت لكم، بحال هذا البلان داخل السلعه اليوم تبارك الله ياك، وبالزايد كاع الحمد لله. الله يبارك تبارك الله. السلعه اللي دخلت اليوم العطاويه شحال هذا ما دخلش؟ لا شحال هذا ما دخلش. اي والله يرحمنا برحمته ان شاء الله، شي بركه ديال الشتاء ان شاء الله. والله يسرك ود عمي. دخلنا نميرو؟ دخلنا النمره ديالك؟ ديك باغي تبيع؟ قول خويا. 06 18 29 22 73. الله يسر الله يعاون، الله يحفظك خويا. شو اتجاه اخر الخوت. يا شي خويا بخير، الله يحفظك. هذه ولده هذا ودافع على ولده الله يبارك. اجي في السن
جايب الجموع. هذا هو ولد ازلي راسه الله يحفظك، ولد مليح حتى هو، ودافع ومرخي على ولد الخوت الله يبارك، راه ضاره ومرخي على ميلاد على ولد الله يبارك. هذه شحال خويا العياش؟ 120 تطلب فيها 6000 درهم، راه الصراحه تستاهل، راه ولده تبارك الله راه يدير 3000 درهم يديرها ياك خويا العياش. عطاوني 64، عطاوك 64 في ولده، اييه 3200 درهم اللهم بارك. امو هي راه مليحه تبارك الله، تطلب فيها 6000 درهم العياشي. هاي خلنا النيميرو ان شاء الله. وهذه اش دايره؟ سداسيه، هذه سداسيه الخوت. ولده هذا فين هو؟ هذاك هو ولده الله يبارك. هذه شحال خويا العياشي؟ 80، 4000 درهم تبارك الله. ها ولده هو الله يبارك الخوت تبارك الله. هذو نعجات عندك ملاحات اخو العياشي اللهم بارك، الله يجيب لهم شي عشاق ان شاء الله الله يبارك. قول لنا النيميرو اخو العياشي. 06 48 15 94 98. السكنه قلعه السراغنه الله يحفظك اخو العياشي، الله ييسر الامور. تحياتي اخويا تبارك الله اللهم بارك. شحال ولد عمي الثمن هنا؟ صداق 24، اي الله يعطيك الصحه. صداق 24 الاخوان، هذه 1200 درهم اللهم بارك تبارك الله. شحال من راس هنا؟ 12 حوليه الخوت. صداق 24 1200 درهم 12 راس. اعطيك 4000 ديال الرباح، عطاو 200 درهم ديال الرباح فيهم كاملات. دخلنا النيميرو قول خويا. 0666 44 76 91. السكنة الأولى هازدها ياك الله يبارك تبارك الله. الله يسر الله يعاون تبارك الله الله يبارك. هادو ربعة نعاش ياك ودعم جوج كورة وجوج نتوات. السن طالعة جموع الله يبارك. والثمن الثمن ولد عمي؟ الثمن تطلبوا فيهم مليون مليون الله يبارك. 10000 درهم على 2500 الوحدة ياك. والدين هما أربعة نعاج الخوت، والدين جوج كورة وجوج نتوات، تيطلبوا فيهم 10000 درهم بربعة فيهم ياك خويا الله يبارك. ويفردوها ويفردوها لكم. عطيناكم 180 جملة اللي تامرة دروك مع عطينهم 180 خو بحال 45 45 حلا 45 الخوت الله يبارك. 2250 درهم اللي عاطينهم تبارك الله. والدين جوج خرفان وجوج عبورات اللهم بارك تبارك الله. اللهم بارك تبارك الله. قاعد 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 مع الزينات الله يبارك الاخوان تبارك الله. والله يسر الامور. الله يعاونكم ودعمي الله يحفظك.